جود جود مغرب مغرب خلاص والله لفه على كيف ال... ها والله لفه ممتاز جيد ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذولي فرسان مدرسة عمان. هذا وفد من ابو ظبي عشان المهرجان اللي في ابو ظبي ان شاء الله الشهر الجاي جايين يصورون. طبعا يبون الاعلام بس. ما شاء الله تبارك. كل كوبي مدرسة عمان. ايوه ما شاء الله جود تشوفين البريطانيه هذيك اللي جت اللي معها كلاب اللي اول السلك هذه طلعت تتابعنا في انستغرام والله العظيم واني دائما اشوف تعليقاتها. ايش فيك؟ ها؟ حتى البريطانيين البريطانيين بطل شو اسمه؟ رعد رعد نعم عادي تبارك الله وصلنا للمدرسة فرسان عمان بعد ما خلصوا جلسة التصوير يعني عندهم ورعد دخل الميدان ما شاء الله ما شاء الله ذكروا الله عليه ما شاء الله شكله نويل حصان ما شاء الله تبارك الله يا رب انك تحفظ يا رب ما شاء الله تبارك الله البطل رعد شوفوا جود جود بتحاول تنوم الحصان يا سلام يا سلام كفو كفو يا جود كفو 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 ما شاء الله حراير تعلم جود كيف تنوم الحصان الله 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 وهذا البطل رعد جلسة الأسد يا جود اوه الله تبارك الله هذا رعد ما شاء الله عليه البطل زي العماني ما شاء الله تبارك الله الله يحفظ البطل ما شاء الله ايوه انت تدور ذا هذا يدور البسه قسم بالله يا حبل يدورها شو شو من اليوم يطردها يدورون الكات الكات ايه كاتي يعني بس يو 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 جو 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 بسوين الكوتش يحيى الابروي ما شاء الله تبارك الله انت في هذا المكتب الجميل جالس اشوف ما شاء الله المكتب يعني متزين يعني في الانجازات شيء ما شاء الله يثلج الصدر بصراحة اتمنى انك تحدثني عن الانجازات هذه طبعا من خلفها المراكز والمدارس الفروسيه الموجوده في سلطنه عمان تابعه لانديه حلو مركز فرسان عمان ومركز الشرف الفروسيه تابعين لنادي زائد الراكب الفروسيه يبرا ولهم عده انجازات كبيره في لعبه الطاقات الاوتاد و القوس من على ظهر الخيل وكذلك سباقات الاثاره والتحدي كذلك لهم أعمال تطوعية في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين
من جميع مناطق الكوتش الفرصية. يحيى صاحب شركة كساب. نعم. المستلزمات الفروسية، لكن التقليدية. مو أي مستلزمات، لا، المستلزمات العمانية. التقليدية العمانية اللي بيعرفنا عليها الحين. الله يعطيك العافية إن شاء الله. بسم الله. يا مرحبا، نعرفكم على فضيات الخيل العمانية التقليدية اللي دائما نستخدمها في الأعياد والأعراس والمناسبات الدينية. تتكون من 4 قطع. معانا الصريمة هذه تركب في رأس الخيل، القلادة هذه تركب في عنق الخيل، والصدار هذا الشكل المثلث يركب في صدر الخيل، وهذا اللجام العماني التقليدي. حلو. طيب، وعندنا هنا بعض الشغلات اللي موجودة عندهم في الشركة. عندنا هدايا ممكن تهدي أصدقائك أو أحد الزملاء المدربين في الاصطبلات. لجام عربي تقليدي، كذلك معنا صيانة القطع، قطع الفضيات متوفرة أيضا بشتى أنواعها. معنا كتب عمانية تتحدث عن تاريخ الخيل في سلطنة عمان، هذا من تأليف الأستاذ خميس بن جمع المويتي، وهذا من تأليف الأستاذ أحمد بن أحمد العاصمي. ما شاء الله تبارك الله. ونجي هنا عندنا كذلك معانا صرايم للركوب اليومي. أيوة. نعم. وسروق عمانية تقليدية 3 أنواع. هذا يعتبر العادي، وهذا يعتبر شوي النوع الراقي، يعني اللي هو ما شاء الله تبارك الله التطريز. طبعا نشوف السرج هذا مكتوب عليه جود، هذا ان شاء الله يروح الى السعودية هدية لفارس جود. الله يبيض وجهك، يجزاك خير وتستاهل جود. عسى ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، هذه احلام مفاجأة الجود. يا سلام، سرج عماني تقليدي. شوفوا كيف، شوفوا كيف بالاسم. ما شاء الله تبارك الله. جود تدرين وش المشكلة؟ نعوض يحسب لنا السرج هذا لحصانه. يا ويلك والله ما علي يجي القمره. ما انت معطي تعاوض؟ هديه ما تنباع. نعم نعم، هديه ما تنباع. اسمع يا عوض. الله يعطيك العافيه. شكرا. ويجزاك خير، وهديه مقبوله. ما شاء الله تبارك الله، جميله جدا والله. والله انكم اكرمتونا ان شاء الله. أيوة والله. الله يحييكم والله، تشرفونا باي وقت والله. اعز من يجي. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. شكرا. جاهزين؟ ما شاء الله تبارك الله، اليوم معنا جود وحراير وعمر وسعد. طبعا طالعين الحين اكثر من 100 كيلو عشان نحضر العرضة التقليدية العمانية، الشيء اللي تمنينا ان نحضر من قبل كذا. متحمسين؟ ايوه. ها؟ طيب، حراير بتشاركين في العرض ان شاء الله؟ ان شاء الله. وانتي؟ ان شاء الله. انتو جمهور صح؟ مشجعين؟ ما شاء الله تبارك. تعال تعال هنا، تعال. الله، تعال تعال. من 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 اي ولاية من عمان؟ سعد. تعال تعال، احنا بعمان. طيب ما شاء الله تبارك الله، وصلنا موقع التصوير اليوم والاستعراض والحركات اللي راح تشوفونها. الله 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 الله، هنا جود. ها جاهزة يا جود؟ اليوم عندكم افكار وعندكم تصوير وعندكم شغل. اليوم عندك تصوير وفي مصور محترف موجود، عاد نبغى ابداعاتك. اليوم الفلوق برعايتك انت وجود، وعلى البركة ما شاء الله. بكرة طالع على التلفزيون العماني من صلالة إن شاء الله. صح؟ إن شاء الله. انتهيت من الحجوزات خلاص؟ خلاص. الفجر إن شاء الله طالعين صلالة؟ إن شاء الله. على التلفزيون؟ ما شاء الله تبارك الله، كفو والله، تستاهلين. طبعا والشيخ عمر معهم إن شاء الله بإذن الله. وأنا برجع للسعودية. الله، طيب عطنا رقصة عشانك ترجع السعودية. يلا يلا. ما شاء الله تبارك الله، سعد وعمر ما شاء الله تبارك الله، وعمان. جاهزين؟ والسعودية. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. طبعا تجهيز الخيل ما شاء الله تبارك الله، مدرسة النمير الفروسية. هذه الأجواء.
ما شاء الله تبارك الله. تجهيز الخيل طبعا بالسرج العماني. ابو خالد طبعا الفيديوهات الجميلة اللي خل اللي يكون موجود عليها توقيع حمد السعدي. هذا حمد السعدي ما شاء الله على اليومين اللي راح اطلع فيديوهات جميلة الحراير والجود. الله يعطيها العافية. من ابداعات الفارسات هن صراحة. لا انت ما شاء الله عليك، انت بطل ما شاء الله عليك. جزاك الله خير مطيب. وحتى اختيارك للصوتيات مدروس. هذا شهادة نعتز فيها. اي والله ما شاء الله تبارك الله. الله يا سعد. العلوم يا سعد. العلوم. طيب. الله جاهزة يا جود. ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله. هنا الفرسان يتجهزون. ما شاء الله تبارك الله. الشلة زين ذا ما شاء الله. عسى الله يحفظ يا رب. ايه ما شاء الله. طبعا هذا الميدان مخصص للعرضة العمانية. ان شاء الله راح نصور فيه. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. حي البنات حيهم. كفو والله كفو. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. قال زين زين. طلبي منه طلبي منه. لا تشدي عليه لا تشدي عليه. رفع راسك فوق. جاي. لا تشدي عليه. خلي يوقف هناك. ممتاز. هب هب هب. جيد ما شاء الله. الدرون قدامك تكون المفروض. ما شاء الله. كافو كافو زيدي زيدي. ما شاء الله تبارك الله. شوف اللي قدم العرض الحين. وحش وحش ما شاء الله. الله يحفظه يستر عليه يا رب. الله يحفظه يستر عليه. ما شاء الله تبارك الله. هاي عينك والله. الله يستر عليه. جود جود مغرب مغرب خلاص. ايوه ممتاز جيد. ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. وش اللي سويتي وش اللي سويتي الحين للعرضه؟ انا حرايه حركه جت بمخي. ايوه حاول نمسك قدام بعض ونروح. حلو يعني عشانك متدرب. ها ان شاء الله عليك حراير. ما شاء الله عليك. فكرت انه نفذتن على طول. ها الله يكرمك. مبدعات بصراحه. انا شوفي انا ترى متفاجئ ما شاء الله من مستواك. ما شاء الله تبارك الله. الله. اليوم ابدعنا البنات. الله يحفظكم جود حرايق. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. كفو 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 ابطال. نزلنا الطيارة صورنا شوي لقطات. طبعا التجربة كانت تجربة حلوة وتجربة برضو جميلة وتساعد من قواتنا بالخير. هاي حراير كيف؟ كانت حلوة وكان خيول طيبة الحمد لله. الحمد لله كان أعطينا خيول حلوة الحمد لله. خلاص انت رحلتنا في عمان مرجعين السعودية ورجعين جمعة. انت يا سعد شو تقول سعد من البارحة انت وش تدعي؟ يا رب الطيارة تنبعي يا رب.
تبين رحلة اللغي؟ الله يعطيك العافية كتش. الكابتن راشد الأبروي مدرسة فرسان عمان، شكرا لكم. كان يعني أبو حراير معنا الفترة الماضية طبعا، وما قصر والله، وأنتم كذلك ما قصرتوا، والفرسان الفرسان المدرسة ما قصروا، تعلمت جود منكم شيء واجد والله. أي والله، فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، عسى الله يحفظكم. نترجاكم في رحلة أخرى إن شاء الله، راح نكون معكم إن شاء الله. إن شاء الله نتلاقى على خير إن شاء الله. سلام، هذه أجواء المطار. ما شاء الله تبارك الله، خلاص انتهت الرحلة ها يا جود. سعد من البارحة أنت إيش تقول؟ كيف حراير؟ كيف الأيام اللي راحت؟ حلوة. ها؟ ها؟ ما شاء الله. طبعا حراير الحين وين رايح؟ رايح الصلالة؟ وش عندك؟ عندي قناة لقاء وظهور مباشر في التلفزيون العماني، صح؟ أنا طبعا الحين جالس بس. شيء سهل. شوف شوف. لا هلا والله. شوف. ها؟ كلها موجودة. ايه ساعة شنطتك وين؟ شنطتك وين؟ الرجل الخامس شنطتي وين؟ خلاص. ها؟ وش بكم واقفين؟ جود جود. اصبر طيب انتظر. هذا باب الطيارة. ما شاء الله. ايه اول ناس صح؟ يوم جن بنجي هنا اول ناس، بعدين ثاني ناس. انا رقم 15 ورا 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 هناك رقم 15 ان شاء الله. اختار لي عندك. لا هذه مو انا، ماني طفل. ايوه لا لا خلاص يلا بعدين بختار لي فيلم من هذولي بس اقول الحين. ها؟ موحي إذا اضطرنا تابع. ساحب بدري أين من جبتها؟ يوزعون موجود معك؟ حدثت معك هذه. ساحب الرجل الغامض طلع بالصورة عادي. خلاص احنا بنرجع. فالرجل الغامض هو عمي خلاص. منو الرجل الغامض؟ منو؟ عمي فيصل اخوك. ايش بك؟ تسمعون شيء؟ لا لا يلا خلاص عشان ما حد يزعجني. ايوه تعالي دقيقة لازم نفصل تليفوننا. ما شاء الله تبارك الله. شوف الوجبة سعد ما شاء الله تبارك. هلا الحمد لله على التكلفة. مستمتع مع طيران عمان؟ مستمتع. يا سلام سعد مستمتع. جوعان. سام جود وريني وجبة. كلتها حارة. ما شاء الله تبارك الله قربنا نوصل المدينة المنورة. الحماس ألف. مدرسة بكرة.
جود 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 تحديني أصور مكان الطيار. ها؟ أنا بروح معك عشان أشوف أسلم عليك. ما شاء الله الله يعطيكم العافية. شكرا شكرا. ما شاء الله تبارك. خلينا نشوف الطيارة كيف. ما شاء الله الحمد لله على السلامة. شكرا جزيلا. شكرا لكم يوتيوبر. ها؟ الله يعطيك العافية. صورت لك الطيارة من جوا. راحي راحي قدام. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله هذه الشنط جت. الحمد لله على السلامة. ايش في؟ ترى جود قولي راح ادور سرجي. ناخذ السرجة الحين. اشتقت لك الديزل. عشان بكره نطلع نفود ونغرس. الله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. في سؤال نسيت اسألكم، وحنا رايحين من هنا كم كانت مدة الرحلة؟ ربع ساعة. لا وحنا رايحين ساعتين بالتذكرة مش مكتوب ساعتين 10 دقائق صح؟ وحنا جايين ساعتين. لا كان مكتوب 3 ساعات وعشر دقائق، في فرق ساعة. ليش؟ ما شاء الله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هلا 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 هلا. يلا يلا صفقي صفقي جود. يلا ورد صفقي. يلا يلا